السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة. اليوم غادي ندير معكم شراغي، غادي نصبو بالبصلة والفطر. الفطر لي شامبينيون. غادي نحتاجو هنايا واحد شراغية، عندي شوية شراغية موايان. هنا عندي تقريبا واحد ثلاثة البصلات كبار مقطعاهم شرائح رقيقة، وعندي هنايا واحد جوج علبات تاع الفطر، وعندي هنايا ربيطة تاع القزبور، وعندي هنايا الزيت، وغادي نحتاج الخرقوم البلدي، وعندي هنايا واحد شويه تاع الزعفران مرقده في الماء سخون، وعندي هنايا البزار الابيض والسكينجبير، وغادي نحتاج واحد شويه الملحه، واحد شويه تاع السمن البلدي. بقاو معايا باش نوريكم طريقه تحضير هاد الشراغيه. هنايا غادي نجيب واحد المول ديال الزاج كما كتشوفوا معايا، وغادي نستف فيه البصله، ندور بيه البصله كامل نعمرو. كما كتعرفوا البصله واخا كنديرو كثيره كتنزل مع الطياب. نصطفو لي شامبينيون او الفطر، ندورو فوق البصله كامل، ندير هذيك الربيطة تاع القزبور نحطها هنا في الوسط، ندوز باش ندير لي قامة الحوتة. هنايا غنجيب هذاك الزعفران شعرة، غادي نخويه هنايا في ثلاثة، غادي ندير الملحة بالجهد حتى ندوقو من بعد الملحة، وغندير شوية تاع البزار الأبيض، شويه الخرقوم البلدي. هاد الحوطه غير التغيير، ما نبقاوش ديما متقيدين بهذاك الصوص طوماط المطيشه، كتجي هكا مبدله. غادي نحرك مزيان هاد القامه، كما كتشوفوا انا عندي شراغيه مويه نقيتها مزيان، غادي نفلحها شويه باش تدخلها لقامه. غادي ندير هذاك شويه السمن، غادي نديرو الوسط هنا باش يطلق البنه. اللي ما بغاش يدير السمن يقدر يدير شويه الزبده، هذا النصيب كيجي فيه السمن بنين كيعطي البنه. هنا غادي نفلح هاد الشراغيه هكا، غادي نحطها فوق هنا، وغادي نوزع على هذيك القامة. نحاول ندير القامة حتى في الكرش ديالها الداخل، غادي نوزع هاد القامة هنا، غادي نزيد شوية تاع الما، وغندير الزيت ونجيبها في الفران طيب. هنايا نحاولو منكتروش الما حيت كما كتعرفو البصلة كتطلق الما، نديرو غير الجهد. دابا غندير الزيت وندخلها للفران طيب، الزيت في القياس، وملي غندخلها للفران طيب غنكون شاعله انا الفران الفوق والتحت، نخليه حتى يسخن، ومن بعد نطفي عليه الفوق ونخليها طيب على خاطرها، ومره مره نسقيها من الفوق باش تشرب ليا القامة، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الحوطه. بالنسبه للسمن اللي مبغاش يديرو يقدر يدير غير الزبده، انا هنا درت السمن ونقدر نضيف شويه الزبده الا بغيتي، الا ما بغيتش نكتفي بالزيت وداك شويه السمن. نتلاقاو من بعد طياب الحوطه. شكل نهائي ديال الشراغي اللي درت معكم اليوم بالبصله والشامبينيون.
نتمنى تجربوه، كيجي لذيذ في المذاق وسهل التحضير، ونبدل تاني على الشكل ديال صوص طومات. ونتمنى تدعموني بلي جيم لي بارطاج، واللي باقي مشتركش في القناة ديالي نتمنى يشارك ويشغل الجرس، وان شاء الله في وصفات اخرى. وشكرا على المشاهدة.